أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم بعمل فيديوهات عن الأبراج، يلا بينا نشوف توقعات النهاردة. توقعات برج الجوزاء الأربعاء 18 أغسطس 2021. يمكنك توقع معارف جديدة قريبا، ستشعر بأن شخصا ما يلعب معك، ومع ذلك لن تتمكن من إثبات أن هذا هو الحال. قد تشعر فقط بعدم الأمان، أنت قريب جدا من أهدافك المحددة، لكن الضباب يخفي نجاحك الوشيك عن عينيك. تشجعك المحاذاة النجمية على الإبطاء وتقدير ما لديك. الصعوبات مؤقتة وتتعلق بشكل أساسي بوضعك المالي. حان الوقت الآن لإجراء التغيرات التي ستجلب لك ميزة جيدة وهدوءا في الأشهر القادمة. حلل أفعالك بعناية. أولئك الذين يعتزمون السفر لحضور اجتماع يحتاجون إلى الاستعداد للتأخر. تذكر أن سحرك يمكن أن يخلق المعجزات، لكن لا تعتمد عليه فقط لتحقيق أهدافك. تحلى بالصبر واللمسة الناعمة. عاطفيا، الطاقة المنبعثة من الكواكب تجعلك مشهورا جدا في الوقت الحالي، لذلك إذا كنت تفكر في الخروج في ذلك التاريخ الليلة فإن الإجابة هي بالتأكيد نعم، لأن هذه هي أكثر فترة ممكنة تجربة رائعة حتى بالنسبة لك. كما قد تجد أن كلاكما تشتركان في نفس وجهة النظر الفريدة والأصلية. سوف تتعلم الكثير عندما تتحلى بالصبر والهدوء، لأن هذا سيسمح لك بإيلاء المزيد من الاهتمام. ثبت علاقاتك مع الأشخاص من حولك. إذا كنت تفكر في كيفية إخبار شخص ما بما تشعر به، فقد تحصل على الكثير من المساعدة من الطاقة المنبعثة من الكواكب. تجرأ على التفكير في جميع الخيارات الممكنة المتاحة لك. تجنب الازدحام المروري وكن حذرا إذا كان عليك القيادة وسط هذه الدورة. يجب أن تكون حذرا عند اتخاذ قرارات مهمة وتغيرات طائشة. يجب أن لا تفسد خطط الناس من حولك، لأنك ستفشل أيضا في خططك. كن حذرا عند تقديم الوعود. مهنيا، احذر من الوقوع تحت علامة الكراهية الجماعية. يجب أن لا تكون صبورا فقط بسبب عوائق صغيرة على الطريق. قد لا تكون الأمور مثالية الآن، وقد يكون هناك الكثير من العاطفة والمشاعر في الهواء والتي تهدد بالفيضان في كل مكان عند أدنى استفزاز. إذا كان لديك إنتاج خاص فسيكون النجاح معك. امنح نفسك فرصة للتغيير عند الضرورة. لا تشارك خططك لأنك ستصاب بخيبة أمل لأنها وصلت إلى أذان منافسيك. توقع الحصول على المال الذي لم تعد تأمله في استعادته. يشجعك الاهتزاز الصادر من الكواكب على ترتيب نزهة في مكان جميل. يمكن أن تؤثر النصائح غير الصحيحة على اجتماعاتك ومحادثاتك. إذا كنت تثق في كل شيء دون تفكير فيه أولا، لا تظهر الأنانية. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على زر الاشتراك او السبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.